السلام عليكم، اهلا بيكم في الجزء الثاني من تشكيل الطين الاسواني. في الجزء ده هنكمل تلوين حامل البخور بتاعنا، هنشوف الخطوات وكمان هقول ملاحظات مهمة استفدتها من تجربتي الاولى، هناخد بالنا منها في التجربة التانية ان شاء الله. تابعونا للاخر هتستفيدوا جدا. حطينا اصفر على نقطة بني على نقطة اورنج، وطبعا التلوين ده اذواق، يعني كل واحد ممكن يلون براحته. طبعا اللون واحنا بنحطه انا حاساه شفاف شويه، ف هنعمل تاني بعد ما اخلص تلوين هقول لكم تجربتي مع عجينه الفخار والملاحظات ازاي تكون احسن، ازاي نتفادى انها بتتكسر بسرعه عشان في حصل اصابات من الحلقه الاولى للحلقه الثانيه. هي تجربة لطيفة، وأكيد كل مرة بنتعلم حاجة بنكتسب خبرة ولو صغيرة. بنحط نحط منديل واحنا بنلون عشان نحافظ على المكان حوالينا. دي ألوان إكريليك، أنا قلت كده في الحلقة الأولى، شوية معلومات كويسة لو محدش شاف الحلقة الأولى يشوفها، ولو محدش شاف حلقات تلوين الفخار الأساسية بصراحة هي كورسات كويسة جدا، يعني اللي عاوز يشتغل الموضوع ده يشوفهم، فيها معلومات حلوة وازاي نعمل الألوان بشكل اقتصادي. لو في حد عنده حديقة وعاوز يزوقها يقدر يجيب قصيص زرع فخار ويلونه، بيبقى حلو جدا. وفي ناس كمان بتجيب القصيص ده وتلونه وتشتغل، يعني تبيعه. بس هو الفكرة قبل ما نشتغل مهم نعرف الخامة ازاي نتعامل معاها وازاي نوفر الألوان، او ازاي نعملها يعني يكون تمنها ارخص، كمان ازاي نحط الطبقة الاخيرة عشان خاطر تكون ثابتة. يبقى كده الشمس عندنا من جوه فاتحة شوية، ممكن بقى نعمل لون اغمق شويه للاطراف براحتكم خالص. وفي الاول وفي الاخر ده اذواق، عايز تعملها كلها اسود في ذهبي لطيفه، حاسه اللون ده فاتح شويه ممكن. في ناس بتلون المجسمات دي اسود في ذهبي لطيفه قوي، في ناس بتلونها الوان كتير زي ما انا كده، في ناس بتعملها كلها لون واحد. من ضمن المميزات اللي عجبتني في العجينة انها طبعا بتنشف بسرعة، انها مش غالية، لكن اللي ما عجبنيش فيها انها بتتكسر بسرعة، فيفضل ان احنا نحط جواها حشو. يعني ايه حشو؟ طبعا الناس اللي دارسة هتبقى فاهمة، يعني مثلا لو انا بعمل المجسم ده ممكن احط جواه غطا مثلا بلاستيك او ورق واشتغل عليه، ورق مقوى، اي حاجة صلبة جوه المجسم بتساعد ان هو لو خد خبطة خفيفة ما يتكسرش على طول. لو انا مثلا بعمل تمثال زي القطه دي مثلا، القطه دي ممكن احط هنا مثلا لباسه او قلم صغير وبعدين اشتغل عليه القطه، فبالتالي القطه يكون جواها جسم صلب يساعد انها ما تتكسرش بسهوله. طبعا في كسر اهو بس انا صلحته. هقول لكم برده ازاي نصلح الحاجه لو اتكسرت، بس مش كل حاجه، يعني في حاجات بتتصلح وحاجات نفكر لها استخدام تاني. يعني جاي المزاج احط لها اي شادو كده، طبعا لو كان في لميع كنت هلعب بيه، الحمد لله مفيش.
ممكن الرجاجو بقى خفيف كده. شوية نمش كده، احنا قربنا نخلص. ممكن نضيف بس تفاصيل صغيرة زي مثلا اللون الأحمر هنا. لطيفة طبعا. اي حد عايز اي استفسار يسيبهولي في كومنت. انا الاول في الجزء الاول جبنا العجينة كان قالب واحد وعملناه 4 اجزاء، ودي اول حاجة عايزة اقولها ان 4 اجزاء كانت كتيرة، يعني لو كانوا جزئين كان افضل، كان هيكون المجسم اقوى كمان، لان المجسم كده يعتبر رقيق مش سميك. كل ما كان سميك شوية وفي حشو كان افضل عشان ما يكونش سهل يتكسر. دلوقتي بتعامل معاه عادي بس بحذر شوية، لكن طبعا لو تخين شوية وجواه اي حاجة بسيطة زي مثلا غطا برطمان حطيته وبعدين اشتغلت عليه المجسم، هيكون هيديله صلابة اقوى. برضو المجسم القطة ده لما اتكسر عالجته بغيرة شفافة، وحطيت في ظهره هنا جزء زي بلاستيك كده، قصيته على قده ولزقته، فكده صلحته. كان فيه كسر هنا بس صلحته، وطبعا كان رايح هدية لحد فخلاص قعد معايا. دلوقتي كل المجسمات اللي انا عملتها معاكم في الجزء الاولاني في تشكيل الفخار اتلونت ونزلت على الشرس، باستثناء المجسم ده حبيت الونه معاكم عشان اكد عليكم. الوان فيبر كاستل كويسة، الوان الاكريليك جميلة، بس عشان تقعد محافظة على شكلها الحلو ده لازم تاخد طبقة ورنيش شفاف، مش طبقة واحدة، يفضل طبقتين. الكلام ده احنا قلناه في الكورس بتاع اساسيات الفخار، وفعلا كورس مفيد جدا بأكد عليكم، ياريت تشوفوه. لو في حد عنده مثلا اي مكان عاوز يجمله، سطح او تراس او بلكونة او حديقة، ممكن جدا نجيب الفخار جاهز ونلونه بالطرق دي، اوفر بكتير ان احنا نشتريه، فعلا شكل مميز جدا. طيب يبقى انا جبت المجسم، القطع بتاعت الفخار الجاهزة من المكتبة، عملتها 4 قطع، دي كانت اول غلطة، المفروض تبقى قطعتين عشان تكون سميكة. مهم نشتغل على جزء بلاستيك او اي جزء بحيث ان يدي صلابة، هيبقى افضل. لما نلون الالوان الاكريليك مهم ندي طبقتين ورنيش شفاف. الورنيش ده بيتباع عند الموان، بنجيبه بنخففه بنقطتين مية، والتفاصيل موجودة اكتر على الكورس اللي قلتلكوا عليه. وبعد ما بندي طبقة هو بيكون لونه ابيض ما تخفيش، ولما بينشف بيكون شفاف. انا مجهزة ازازة، لكن شكل العبوة هتلاقوها في الفيديو. يعني انا لما بحطه كده ممكن ناس تتخض ان لونه بقى ابيض كده، لا، الطبقة دي بتكون شفافة وبتلمع لما بتنشف. بحط الاول طبقة، لما الالوان تنشف طبعا بقوم حاطة طبقة، ولما الطبقة دي بتنشف ارجع احط طبقة كمان. الطبقة دي بتديها لمعة جميلة، ولما اجي امسح المجسم بعد كده الالوان ودرجة الالوان الزاهية بتاعتها ما بتخفش.
يبقى انا كده قلت لكم كام ملحوظه من التجربه اللطيفه دي. طيب انا فاطمه هجربها تاني، اظن حلوه، لو جت قدامي هجيبها. ممكن اعمل اشكال تانية، في اشكال حلوه قوي للمبخره، يعني هوريها لكم، هنزلها لكم هنا. انا حاسه ان الشكل الطويل هيكون احلى من الشكل الدائري، من حيث ان لما البخور يخلص كده، يعني مثلا البخور ده لما خلص وقعت هنا، بس لما تكون في بدايتها ممكن تقع بره، فلو كان الشكل طولي زي الاشكال اللي هوريها لكم دي اظن يكون افضل. بس هي فكره المبخره فكره لطيفه جدا، يعني انا مبسوطه بيها قوي، والناس اللي اخدتها مبسوطين بيها، فحاسه ان لو جبت عجينه هعملها تاني. فعلا حلوه، هديه مميزه. سيبها تنشف، ولما تنشف هنعمل طبقه تانيه. يا ريت لو انت اول مره في القناه ما تنساش تشترك وتفعل الجرس وتسيب لي كومنت يشجعني، ما تنسوش تعملوا لايك. اي استفسار سيبهولي، اي نوع جديد عايزين تجربوه انا كمان بحب اجرب، اكتبولي بس الاسم وانا هجيبها واشتغلها ان شاء الله. فكرة القناة هنا ان احنا مش لازم كل حاجة نشتريها عشان نجربها، هنلاقي افكار كتير على القناة من حاجات حوالينا، يعني سواء مقلمة او عروسة اتجددت او حيطة اتلونت، يعني الافكار الفنية حوالينا مش افكار معمولة مخصوص. فاي حد عنده فكرة مفيدة هنقدر نستخدمها، هتكون عملية مش مجرد ديكور بس، زي المبخرة دي مبسوطة بيها جدا فعلا، يعني فادتني، يكتبها لي في كومنت. وهنحاول من فترة للتانية نعمل مسابقات كده، فيا رب تكونوا بخير. وشكرا لكل الناس اللي بتدعمني من غير ما اقولها، وشكرا برضو الناس اللي بقولها يدعموني بيدعموني، فربنا يوفق الناس كلها. بدأ الورنيش الشفاف ينشف شوية، على ما ينشف هنحط أرضية هنا، جزء هنا كده. بص هو ورق مقوى او بلاستيك مفيش مشكلة، هنلزقه هنا بغيرة شفافة، ده بس عشان يقلل الصدمات على المجسم فيعيش معانا اكتر. طبعا لو احنا عايزين نعمل جسم كبير شوية ممكن نجيب مثلا سلك نحاس ونعمل منه هيكل، وبعدين نشتغل فوق الطين الاسواني ده، هيساعد ان هو يكون اقوى. فيلا، ممكن في عبوات صغيرة كده، مش لازم نجيب العبوات الكبيرة، بناخدها مركزة. حتى لو كبيرة شوية مش مشكلة، طبقة سميكة يعني. هي كده كده لما بتنشف بتبقى شبه البلاستيك، فبتساعده يكون أقوى يعني. الحياة تجارب، وبجد مفيش أحلى من التجارب الفنية، يعني بتهدي الأعصاب كده وبتعمل مود حلو. على ما الغيرة البيضة تنشف من تحت هندي طبقة تانية ورنيش. هي طبقة واحدة ممكن تكون كفاية، بس هو الورنيش فعلا بيديها حماية حلوة للألوان وبيدي لمعة لطيفة. هو خلاص يعتبر الطبقة الأولى نشفت خالص، ندي طبقة تانية، خصوصا ان ده مجسم لما البخور هيتحط هنا هيقع فهنمسحه، فالمسح ده احتكاك بالألوان، فمهم جدا تكون طبقة الورنيش الشفاف دي طبقة سميكة. يعني يبقى كده المجسم بتاعنا خلاص خلص، نقدر نجيب البخور ونحطه كده. حقيقي من اشيك المجسمات اللي انا عملتها، برضو الشكل ده كان لطيف، بس حابة ده اكتر على مكتب لايق. كمان شكل العفاريت الصغيرة كانت حلوة، هتلاقوها في الشورتس. اشوفكم في ابداع جديد، سلام.